لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرف سيدنا عمر عمل ايه؟ عمل ايه؟ اقسم بالله عز وجل على شيء لم يحدث، وانا عذره، معذور سيدنا عمر بن الخطاب لفاجعة كبرى. اعظم مصيبة نزلت على هذه الأمة هي موت نبيها، موت رسولها صلى الله عليه وسلم. تعرف سيدنا عمر يعمل ايه؟ اخرج السيف من غمده واقسم بالله وقال: إن المنافقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقسم بالله. والنبي مات ولا ما ماتش؟ مات صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى لقاء ربه، ولا يرجعن كما رجع موسى بن عمران. فقد غاب موسى بن عمران عن ربه، عن قومه، 40 ليلة ثم رجع إليهم. والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر، تمام، عايز يتبين، فدخل على ابنة عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فكشف الغطاء عن وجهه وتبين أنه قد مات صلى الله وسلم وبارك عليه. مصيبة كبرى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: والله يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على عمر وعلى هذه الأمة. أنا عايزك تتخيل الموقف ده، خلاص. أنا عايز أسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه: كيف ستثبت كل هؤلاء يا أبا بكر؟ والله لك الله يا أبا بكر، ستثبت كل، كيف ستثبت هؤلاء على رأسهم عمر الذي أخرج السيف من غمده؟ هيثبتهم إزاي يا جماعة؟ بالقرآن، بالقرآن. طيب سيدنا أبو بكر سيقرأ عليهم القرآن الكريم كله؟ لا، كل هذه الأمة تكفيهم آية واحدة. تعرف سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ نظر إلى عمر وقال: أيها الحالف على رسلك اجلس. فلم يجلس. قال: اجلس يا عمر. فلم يجلس. قال: اجلس يا عمر. فلم يجلس. للمرة الثالثة قال له: اجلس يا عمر. فلم يجلس. أنا متخيل الوضع بتاع سيدنا عمر. فتنحى أبو بكر عن عمر ونظر إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اسمع، والله يا جماعة لا أخفيكم سرا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة، اللهم آمين يا رب. لو ربنا رزقني الجنة، في حاجات كده جوه الواحد بيبقى عايز يعملها في الجنة، صح؟ أنت بتبقى مخطط كده شوية حاجات تعملها، بتحب أكل معين، عايز حاجة معينة، نفسك تتمتع بحاجة معينة، كل واحد بيخطط كده. من الحاجات اللي أنا اللي ناوي أعملها إن شاء الله لو ربنا رزقني الجنة، أن أقبل قدم أبي بكر الصديق يوم القيامة. ليه؟ على الموقف ده بقول لك، الأعصاب ملتهبة، وسيدنا عمر مخرج السيف، والجو مضطرب تماما. أنا عايز أسأل أبو بكر: كيف ستثبت هؤلاء؟ كيف ستثبت كل هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستقرأ عليهم القرآن الكريم كله؟ لا، لأن من مميزات الكتاب القرآن إن آية واحدة تثبت أمة بأكملها. تعرف سيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ انتزع أبو بكر آية واحدة فقط من آل عمران، قال لهم: وما أنا عايزك تسمع الآية بأذني قلبك وتفعل معها المناط. المناط يعني إيه؟ إن أنت تنزل الآية دي على الواقع. شفت أنت الجو اللي أنا حكيته ده؟ قال أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عارف سيدنا عمر يعمل إيه؟ نظر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، هذه الآية في كتاب الله؟ الآية اللي انت قلتها دي في المصحف؟ قال: نعم يا عمر. تدرون ماذا حدث لعمر؟ ذهب روعه واطمأن وسكن فؤاده وسكت. سكت. تعرف السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتعقب على هذا الموقف بكلمة تخلع قلبي من احشائه. بتقول ايه؟ الحديث في البخاري، قال: لقد بصر. والله العظيم انا ممكن اقعد في كلمة بصر دي المحاضرة كاملة. لقد ايه؟ بصر ابو بكر الناس وعرفهم الحق الذي عليهم. يعني ايه بصر؟ بصوا يا جماعة، القرآن ده من أسمائه بصائر. مين يجيب الآية؟ قد جاءكم إيه؟ بصائر من ربكم. المقصود بالبصائر إيه؟
القرآن. بصائر دي جمع ولا مفرد؟ مفردها إيه؟ بصيرة. البصيرة الواحدة، مش بقولك البصائر، بصيرة واحدة فيها صلاحيات إن هي تخرج الأمة من الظلمات إلى النور، دي بصيرة واحدة، فما بالك بالبصائر. لذلك هي بتقول لقد بصر أبو بكر. أنت عارف سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما بيقول جملة عجيبة قوي، بيقول ما من أحد في المدينة إلا وأخذ يتلو هذه الآية يثبت بها نفسه. كل ما واحد يفتكر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ويضطرب يوم مسمع نفسه كده يقول إيه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف القرآن يثبت قلب الإنسان